الله يسلمك. المرحلة هذه اللي احنا فيها الانتاج، عندنا التحدي نستعرض هذا الفيديو وبعدين نناقش. ان الفيديو تو فريش يعني، راح نتكلم يعني في اسئلة تنسى نشوف. وعندي عمل طلب انه يوقف على الهواء يعني، كانت في جهة بتبثه وقالوا لازم توقفوا. فهذا وهي كلها مبنية على انه الناس التفسيرات مختلفة، احنا بنقول زي ما تفضل التشريعات يعني خلاص. هذا لقاءك في برنامج ثمانية، هو التحدي اليوم بتجاوبوا ان نقفز المرحلة اخرى ونكسب مبلغ على اساس نجمعه. السؤال وش العمل هذا اللي كسبنا في المراحل اللي فاتت؟ اي انت كسبت 1000 الحين كويس. بس ايش العمل هذا اللي انت تتكلم عنه؟ اسم العمل وش الاسباب اللي ادت لايقافه وش الجهة اللي قالت يوقف؟ اذا جاوبتنا بكل صراحة بنقفز ونكسب، إذا ما جاوبت ولفيت ورغت يمين ويسار بنقعد مكاننا، وأعتقد هذا ما يرضي إنسانيتك. لا خلينا أقول لك، أول الأعمال اللي تتوقف كثيرة يعني. الحين ما أقدر أقول اسم العمل يعني حقيقة، أنا أقول لك ليه؟ حنجلس مكاننا. لا لأنه إحنا في نقاش الآن عشان نقنع الجهات اللي هي معنية بهذا الأمر بوجهة نظرنا. وهذا موضوع ياخذ يعني فيه ان شاء الله اخذ وعطى، يعني يمكن زمان ما كان في اخذ وعطى انه خلاص يوقف او كذا كذا. الان فانا اعتقد من الحفاظ على عارف زي اللي يطلع في المسلسلات المصريه يقول لك الحفاظ على سير التحقيقات، انا اعتقد انه فعلا انا ما اقدر اتجاوز هذا الموضوع لانه انا ابغاه يعدي. بس في اعمال وقفت زي ضحايا حلال وقف يعني جايين لها في مرحله. بس انا اقول لي هذا العمل هل عرض منه شيء ثم أوقف؟ لا قبل ما يعرض مشروع يعني. لا قبل ما يعرض صارت يعني صور طلعت فوتوغرافية، فربما يكون أسيء تفسيرها أو تحليلها. وهذا علي خلينا نقلب التحدي هذا عشان الجمعية على الأقل، إنه طيب وش الحل؟ خلينا ناخذ الحل. لا اترك الجمعيه انا امثلها في البرنامج. ما انا اكلمك لانك تمثل الجمعيه. انا امثل الجمعيه. انا اكلمك لانك تمثل الجمعيه. وين انسانيتك يعني؟ لا انسانيتي موجوده، انسانيتي تنبع من اجاباتك. الله صحيح. الله الله. فاذا قلت لنا شوف انا بكون مرضو ايضا كريم وايضا ممثل كويس للشفاء. اذا قلت لنا في هذه المرحله وش العمل وش الكواليس، مو بمرحله واحده راح نقفز مرحلتين. لا انا لا استطيع اقوله الان لين اخلص، ولكن انا اتمنى نستثمر هذه المرحلة ونقول يجب أن يكون هناك تشريعات واضحة. طيب هذا الممنوع وهذا المقبول وبس. طيب إحنا راح نبقى في مكاننا ما راح نقفز. إن الله. شفت الموسيقى كيف حزينة؟ طبعا خسرت شفاء. ما تعاملت أنت بإنسانية معهم. لا أنت ما إيش اسمه إنسانيتك. أنت مصمم برنامج على كيفك. لا إنسانيتك لم تنتصر عليك. طيب إحنا بنروح المرحلة.